اللحظات الأخيرة، لكن ما شاء الله هو جمهور اتعود من فرقته على الفرحة وعلى البهجة وعلى السعادة وعلى الابتسامة اللي موجودة. اللعيبة كمان طموحاتهم لا تنتهي، أملهم لا تنتهي، أحلامهم لا تنتهي. تلاقي جاي يقول لك احنا ما كانش ده اللي احنا عايزينه، احنا ان شاء الله البطولة اللي جاية بنلعب على اللقب. انت النهارده كمان بتدي لنفسك يعني خطوة كمان للي جاي. بصوا يا جماعة اللقطة دي، يعني انا الولد ده الحقيقه يعني معلش والله ما حدش يفهمها غلط عشان بس ما حدش يربط، ده الطموح الحقيقي بجد، لانه ما تعرفش تحس ان جماهير النادي الاهلي حاسه ان طاهر ده بقى له 10 سنين في النادي الاهلي. يعني طبعا اللي ما كانش موجود النهارده اعتقد فاته كتير جدا جدا جدا. الولد جاي بيبدا مع النادي الاهلي ببطوله، اعتقد انه شارك في كاس مصر اللي بتاخدني الذاكره، ثم النهارده دموع بجد، فرحه بجد، احاسيس هو عاشها الراجل. بص والراجل ده على فكره الراجل ده عنده الحته النفسيه قويه جدا. تعالوا نسمع.